المناخ. فمشاهدينا، يعيش العالم في السنوات الأخيرة على وقع التقلبات المناخية التي تتمثل في موجات حرارة غير مسبوقة وتساقط ثلوج وفيضانات وأعاصير. تحديات عديدة تواجهنا مناخيا، احتباس حراري، نسب تلوث وغيرها. للحديث أكثر عن الموضوع وفي اليوم العالمي للمناخ، نستضيف معنا مباشرة من عمان المهندس عبد الرحمن سلطان، تستضيفه رؤيا وأمين. أهلا بك دكتور عبد الرحمن سلطان، طبعا انضممت إلينا مباشرة من عمان. يعني في اليوم العالمي للمناخ، السؤال الأبرز، ما التحديات التي تنتظرنا؟ صباح الخير، يعطيك العافية لك وللمشاهدين. أهلا. عندنا تحديات كبيرة في مجال المناخ. حاليا احنا عم بنواجه مشكلة ضخمة في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة المنا اللي هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عنا تغيرات مناخية غير مسبوقة عم بنلاحظها، عم بتؤدي لتغير كل النمط المطري في المنطقة. زي ما تفضلتي، الأمطار بتيجي في مواسم غير مواسمها وحدتها مختلفة، وعم بتسبب أضرار شديدة. إحنا في الأردن قبل حوالي أقل من شهر صار عنا حوالي 20 وفاة في البحر الميت، وكمان 7 وفيات جهة البتراء. ففي عنا تحديات ضخمة جدا بسبب التغيرات المناخية، شدة الأمطار وتغير أماكنها. ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة عمالها بتصير غير مسبوقة. الرقم العالمي اللي هو 0.6 ارتفاع درجة حرارة للكون. طبعا المواطن ممكن يقول 0.6 هذا رقم بسيط أو متواضع، صح؟ لكن لما يكون على مستوى الكون، في أماكن ممكن فيها الرقم أكثر من هيك بكثير. يعني ممكن يكون الرقم بالأردن 3 درجات، ممكن يكون الرقم بالخليج 5 درجات. وبالتالي التغيرات المناخية هي تغيرات مهمة في منطقتنا، وتأثيراتها واضحة رح تكون على السكان وعلى الحياة بشكل عام. نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، معناه صراحة نحن مؤخرا ولا هالموضوع نتاع المناخ نحكيه فيه يوميا، حاجات حتى الناس العادية على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة يوميا تتناقل في الأخبار هذية نتاع أنه طقسنا تغير ولات عنا، ما عادش فاهمين رواحنا في أي طقس نعيشه تحديدا. اللي قاعدين نشهده فيه هو العديد من القمم العالمية، قمة المناخ يمكن كل مرة نسمع حاجة أنه قاعدة تصير في المجتمع الدولي. هل فعليا وصل المجتمع الدولي إلى نتائج؟ المجتمع الدولي تقريبا بالإجمال واصل لنتيجة أنه في تغير مناخي. هذا التغير المناخي توصلنا إليه بنتيجة بقرارات دولية زي ما صار في باريس. للأسف الشديد دولة زي أمريكا الولايات المتحدة ترفض الالتزام بهاي المخرجات، وبالتالي هي بدها تستمر بتلويث الكون. نعم، وانسحبت من الاتفاقية. واليوم في عنا خطر كمان أنه البرازيل كمان تمشي نفس المسار الأمريكي. فدول كبيرة ولهم تأثيرات كبيرة في المنطقة. طبعا الدول الأوروبية أفضل حالها من الدول الأوروبية، روسيا اليابان أفضل حالا من الأمريكان بشكل كبير. ليش؟ لأنه صار عندهم إجراءات عملية بدها تصير على أرض الواقع للتخفيف من حدة الملوثات وخصوصا الانبعاث الكربون. احنا الرقم العالمي اللي سنة 1990 كان 360 بي بي ام، أو مش عارف العربية، بي بي ام اللي هي جزء بالمليون من ذرات الكربون في الجو. هذا الرقم اللي احنا لازم كنا نلتزم فيه، اليوم ارتفعنا ل 405. هذا رقم كتير كبير. لكن لما نرجع نشوف انه في عندنا مشكله على المستوى الدولي بانبعاثات الكربون، وهي المشكله ناتجه انه نسمح من خلال الاطار الدولي بتجاره الكربون. يعني بعض الدول الاجنبيه اللي عندها شركات ضخمه ممكن ان تشتري حصص من دول فقيره، وبالتالي تستمر الشركات الأجنبية بعملها كالمعتاد، تلويث كالمعتاد، لأنها اشترت حصص من إنتاج الكربون أو بعث الكربون من دول فقيرة. دكتور، بالحديث عن الكربون، الدول لو الفقيرة سمحت، هي بحاجة لنقود، ولكن هي بحاجة أكثر لتنمية. بالحديث عن الكربون، يقال بأنه إذا لم يتم الالتزام بمقررات اتفاقية باريس عام 2015 اللي حددت وأوصت بالسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة بأقل من درجتين، سيكون الحل الوحيد هو نشر ثقافة أو تكنولوجيا احتجاز الكربون. ما يعني ذلك؟ شو يعني هذه الثقافة والسياسي؟
لو تعيدي كمان مره السؤال. يعني ثقافه نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون، ما يعني ذلك؟ يعني انه احنا يكون في عندنا مثلا، احنا مثلا في المنطقه هون في الاردن اصبحت من الدول الرائده بانتاج الطاقه الشمسيه، اليوم عندنا 10% وفي عندنا تطور لنصير ل 20-30% خلال فتره كثير بسيطه. هون احنا مش عم بنلوث الاتموسفير بالكربون، لكن اذا كان في عندنا ثقافه انه احنا نزرع غابات زي ما بصير في افريقيا تمتص الكربون من الجو، هذا لسه افضل كمان من اللي احنا عم بنحاول نسويه. او لازم يكون في عمليه تكامل بين عمليه منع التلوث واحتباس الكربون بالطرق الطبيعية من خلال الأشجار والغابات ومن خلال المرجان في المحيطات وإلى غير ذلك. فإحنا اليوم إحنا بحاجة إنه نسوي تكنولوجيا، نطور التكنولوجيا إنه نخفف من التسارع بانبعاث الكربون عن طريق الطاقة المتجددة في منطقتنا. اثنين، بحاجة لإعادة النظام البيئي الإيكولوجي لوضعه السابق. هلا إذا بدنا نروح لتكنولوجيا متطورة أكبر إنه نسحب الكربون بطرق مكلفة، هنا رح تكون كمان تكلفة الوجود كمان صعبة كتير. ممكن تزبط المرحلة آنية بس على المستوى الكبير والمستقبلي رح تكون تكلفها كتير باهظة. الان طير معناها بس يكون فيها مشاكل كبيرة. به احنا كما حكيت انت تو تفضلت انه مثلا انه يعني زراعة الغابات أو أنه تواجد الأزهار أو الأشجار عفوا أو المساحات الخضراء هو فعليا موجود، يمكن في ما يسمى بفكرة دول العالم الثالثة أو الدول النامية هي موجودة أكثر، يعني هي فيها أقل من الدول الأوروبية أو دول شمال الكرة الأرضية اللي هي قاعدة تبعث في أكثر انبعاثات اللي قاعدة تسبب في مشاكل على المناخ. هوني كيفاش ينجموا الدول النامية أنه يلقوا حل، لأنه حتى بعض التقارير تقول أنه هما أكثر المتضررين من الاحتباس الحراري. أنا بختلف معك شوي بأنه الدول شمال إفريقيا والدول العامل الثالث هي فيها أكثر الغابات، مش بالضرورة. يعني أنا مثل منطقتنا العربية منطقة شمال إفريقيا الغابات اضمحلت فيها بشكل كتير كبير. لازم نرجع هاي الغابات، من كلامك صح أنه لازم نطور هذا الغابات في منطقتنا، لكن احنا صح متاثرين اكثر. ليش؟ لانه احنا ما عندناش بنيه تحتيه تسمح للمواطن انه يعيش برفاه. يعني الوضع المائي في منطقتنا وضع صعب جدا، من افقر دول العالم بالمياه. مشكله التصحر اللي عم تواجهها شمال افريقيا مثل دول تونس والمغرب والجزائر، ليبيا مشكله ضخمه جدا. منطقه الاردن هي تعتبر ثاني او ثالث افقر دوله في العالم في المياه، فبالتالي قدرتنا على التكيف مع التغير المناخي هي صعبه جدا. وبدي اضرب مثال بسيط من الاردن، انه احنا كان عندنا اداره للمياه في السابق، اليوم عندنا اداره لمخاطر المياه او المصائب المياه الكرايسيس اللي هي الحالات الطارئه. ليش؟ لانه الاردن عماله بيعاني من مشكله اللاجئين، اليوم تغير مناخي، فاصبح مدير المياه او وزاره المياه في الاردن تعاني انه كيف بدنا ندير هالمياه، امتى رح تيجي الامطار، في اي خزان جوفي رح تيجي، كيف احنا ممكن نعملها اداره. هون الاداره اصبحت معقده جدا وخطره جدا، واصبحت تكاليف الوجود عاليه جدا. يعني اضرب لك الرقم انه حوالي 3.25 سنت تكلفه المتر المكعب للمياه في الاردن. طبعا هذا الجزء التكلفه الحكومه بتدعمها بشكل كثير كبير، المواطن مش عم بيعرف انه عم بيدفع جزء يسير من هاي التكلفه. فبالتالي ايش هي قدره الحكومه او النظام في المنطقه للاستمرار بتوفير هاي المياه رغم التغيرات المناخيه؟ هاي يعني اصبحت معضله كبيره. نعم. وبحاجه الى انه يكون لها حل. هلا الحلول اللي عم نحاول نتجه لها في المنطقه عن طريق تحليه مياه البحر والضخ من اماكن بعيده والى اخره، تكلفته الوجوديه عاليه، وفي دول فقيره زي منطقتنا هي بتاثر بشكل اساسي على استقرار المنطقه. نعم. اصبحنا اليوم نتكلم مش عن التغير المناخي وتاثيراته على المواطنين، اصبحنا نتكلم على التغير المناخي وتاثيراته على الامن القومي. صحيح. في المنطقه، وبالتالي الامن القومي في خطر بسبب التغيرات المناخيه، ممكن ينتج عنها هجرات او اوبئه، ممكن تنتج عنها مشاكل اقتصاديه واجتماعيه ضخمه جدا. فعشان هيك احنا اصبح الموضوع التغير المناخي هو اولويه للحل واولويه للتعاطي. طبعا في منطقتنا صار في وعي، لا شك انه صار في وعي، لكن الادوات المتاحه لانه العمل تغيير حقيقي على ارض الواقع لسه في مراحل بدائيه او مراحل يعني اوليه، وبحاجه لتطوير، بحاجه لدعم. والدول المانحه اليوم صح بتساعد قليلا بهذا الاتجاه، لكن مش بالنمط المطلوب، لانه التاثيرات اساسا مش من عندنا.
وعندنا مشكلة مجتمعية في منطقتنا انه بنعرف عن التغير المناخي بشكل اساسي، اكثر من 70-80% من المواطنين في المنطقة بيعرفوا انه في عنا تغير مناخي، لكن الكل يعتقد انه مش هو سبب التغير المناخي، ومش ممكن انه يعدل من نشاطه المجتمعي او السلوك الفردي بحيث انه يخفف من حدة التغير المناخي. يعني هو استاذ عبد الرحمن هو عمل جماعي، حاجة ماسة لانه يكون في عنا وعي على المستوى الجماهيري. نعم، هو عمل جماعي يتطلب صحيح. تضافر الجهود بين القادة المستثمرين والمجتمع المدني. على كل الأحوال انتهى وقتنا، نتشكرك على هذه النصائح اللي قدمتها للجميع من أجل السيطرة على هذا الموضوع. كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا لك مهندس عبد الرحمن. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، مع السلامة. يعني موضوع مهم جدا أمين، عم نتناوله بأكثر من زاوية لأنه يجب التوعية على أهمية المناخ. أنا رأى أنه يجب التوعية، ويجب حتى أنه الناس تبدأ تستعمل حاجات قليلة، مثلا عنا في تونس أنه تمنع أنه يكون موجود الأكياس البلاستيك أنه الناس تستعملها في المغازات أو ما عادش تقدم. يعني أنه يعني فما على الأقل هكا مبادرات صغيرة ولو كانت، أما أنه تساعد باش أنه نحدوا من استعمال الحاجات اللي قاعدة تلوث في أرضنا معناها. وإن شاء الله أنه التوعية تتعمم وتكون موجودة بكثرة، لأنه صراحة ما زلنا نشوفوا في طرقاتنا ناس ترمي من شبابك سيارتها في حاجات معناها، وقاعدين نأثروا جدا على أرضنا ومناخنا. شكرا لكم مشاهدينا، إن شاء الله يكون حلقتنا اليوم عجبتكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا.